بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم متابعي يوميات أسرة بسيطة في فيديو جديد. كل سنة وانتم طيبين. جايين النهاردة بلبس العيد الرجالي، حاجة كده على الموضة، طبعا موضة 2022، زي الشورت اللي قدامنا ده السنة دي طالع موضة جدا. طبعا الأطقم اللي جايبينها أطقم شرطة وأطقم كمان بنطلونات، تنفع خروج وتنفع للصيف والمصايف والبحر وكل الكلام ده. عايزة أقول لكم كمان المقاسات كلها موجودة لغاية 5X. مكتب ايروفام بيشحن لكل مكان، داخل اسكندرية، خارج اسكندرية، وخارج مصر كمان. الحلو بقى ان الاطقم في منها كبير وصغير، يعني عشان الاب والابن بيبقوا لابسين زي بعض. تعالوا بقى ندخل نشوف الفيديو، ما تنسوش لايك واشتراك ودعوة حلوة. صور النهاردة من عند ايروفام. موجودين فين يا جماعة؟ موجودين في اسكندرية، الابراهيمية، سنتر مينا، شارع اللي جاتيه، الدور الثالث. سهلة اهو، هتطلعوا من السلم الكهربائي كده هتلاقوا المكان. تعالوا بقى نشوف النهارده الرجالي بكام، لان المكان هنا كمان جمله وقطاعي على فكره، والبيع بسعر الجمله. السلام عليكم. وعليكم السلام. زي حضرتك يا استاذ مينا؟ زي حضرتك، عاملين ايه الاخبار؟ الحمد لله. طبعا مصنع رايا غني عن التعريف. طبعا نزل اكبر كوليكشن واعلى اعلى كوليكشن موجود في مصر كلها. تمام. ده رقم واحد في مصر في الرجالي. طبعا احنا النهارده عندنا بيج سايز لغايه مقاس كام؟ لغايه 5X. الله ينور. لغايه 130 كيلو. حلو قوي. بص يا جماعه، ده كده شكل الموديل. ده شكل الموديل بالظبط. ايوه، بصوا شورت. طبعا الصيف جاي بقى والمصايف، دي اطقم خروج مش اطقم بيت، عشان حضرتك تقعد بيها على المصيف برده في على البحر كده. تمام. خروج نازل رايح جاي يمين. أيوة. شمال. بص الموديل عامل ازاي، ايه الحركه المعوجه اللي من تحت دي، السوست بتاعته. الجيب بتاعه عامل ازاي، شيك قوي، شيك جدا 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 جدا. الله ينور. حلو. تمام. جيب الناحيتين، في البنطلون من تحت بيتضيق. حلو. من هنا دي جديده دي. اهو بص الشورت عامل ازاي، الله ينور. شورت سكيني. ده البادي، البادي بقى بتاعه. بص البادي طبعا اي موديل لغايه 5 اكس يا استاذ مينا. هنعرض الموديلات اللي في منها مقاسات كبيره بس. تمام. الموديلات دي في مقاسات من ميديوم لارج اكس 2 لغايه 3 اكس. حلو قوي. ده البادي، وفي طبعا من ورا كمان خروج خروج، يعني 270 جنيه. 270 جنيه. 270 جنيه ببلاش يا جماعه. تمام. في اللون ده كده، في الفسفوري ده اللي طالع موضه برده، اسود اهو، الشورت اسود. ايوه، والتيشيرت فسفوري. التيشيرت الفسفوري طبعا من ورا ومن قدام. الله ينور. بص يا جماعه، بصوا جميل، شياكه والله، طقم كده اخر فخامه. بص بص البادي حلو معوج، مش اي حاجه، ده مصنع جميل مصنع رايه بسم الله ما شاء الله، معروف يعني. ايوه. الخصم بتاع اسره بسيطه زي ما هو 10 جنيه سواء بيتي لانجلي. ايوه، اطفال، رجالي، حريمي، خصم لاي زبونه تيجي تقول انا تبع اسره بسيطه. تمام. ليه خصم 10 جنيه على كل قطع. حلو قوي. على كل قطع. الله ينور. ندخل بقى على حاجه ثانيه وستايل ثاني كده، هتعجبكم هتعجبكم هتعجبكم. تمام. ده كده التيشيرت. ده التيشيرت حلو قوي برضو، حاجة جديدة اهو. وده الشورت بتاعه يعني. هيرو لغاية 3 اكس، من ميديوم لغاية 3 اكس. من ميديوم لغاية 3 اكس. ده بكام بقى؟ ده بكام بقى يا جماعة؟ برضو نفس الكلام 260. تمام. ده 260 جنيه. الله ينور. في الأبيض في أسود بتاعه. ده الأبيض في أسود بتاعه. تمام. الشورت المشجر بقى، بص الشياكة حلو قوي. بصوا يا جماعه، ده بيكا يا جماعه، دي خامه اسمها بيكا. ده شورت بيكا مشجر، بصوا الخامه البيكا اهي. بص ده شورت بيكا مشجر يا جماعه. ايوه. والتيشيرت التيشيرت اسود حلو قوي يا جماعه. اهو كده على بعضه بقى، ده على بعضه كده يا جماعه. تمام. برده مقاسات ميديوم لارج اكس 2 بقى 260. حلو. 260 جنيه. الله ينور. وفي اللون ده كمان منه. حلو، الاسود والمنت جرين. في اللون ده، في ده منه 4 اكس و5 اكس. تمام. افتح لكم كده مقاس في الاربعه اللي هو البيك سايز. حلو قوي. ده البيك سايز. بص يا جماعه الاربعه، ده الاربعه عامل ازاي؟ ده الاربعه اكس يلبس يعني لغايه 100 كيلو مستريح. حلو قوي. فوق ال 100 كمان. وفي الخمسه، وفي الخمسه اكس، وده الشورت بتاعه. حلو قوي. الشورت الاربعه حلو جدا. تمام. بقى يا جماعه ال 5 اكس اللي هو اكبر مقاس موجود، بصوا بقى قد ايه. 120 كيلو مستريح. الله ينور. حلو قوي. 120 كيلو مستريح. برده اللونين يا جماعه موجودين معايا. ايوه، اخر شياكه.
برضو بكام بقى؟ البيج سايز يزيد 20 جنيه هيبقى 280. 280 البيج سايز. ولمتابعين القناة طبعا هيبقى 270. تمام. بصوا يا جماعة اهو ده موديل تاني بقى بشياكته، الله ينور. راية برضو مصنع راية، راية النهاردة مكتسح. راية بسم الله ما شاء الله. بصوا يا جماعة ده البادي حلو قوي. ده في منه بيج سايز يا استاذ مينا ولا؟ ده برضو في منه بيج سايز. الله ينور. الشورت شورت ستايله مختلف. تمام. لمتابعين القناة ب 250. تمام. ب 250؟ 250. لمتابعين القناة، تمام. في الأبيض في الأسود بتاعه. بتاعه هو الأبيض في الأسود، تمام. وإيه تاني؟ ده ستايل تاني، أه حلو قوي. بصوا يا جماعة نفس الصورة. ده برضه شورت البيكا. أه برضه بيكا ده أقربه بس للناس. شورت البيكا. أهو البيكا اللي بيبقى عامل كده محبحب كده. أه الله ينور عليك. تمام. ده الشورت. وده التيشيرت. ده التيشيرت بتاعه. حلو قوي. ده يا جماعة الطقم أهو، طقم كده على الطبيعة عشان الناس اللي بتقول لي بص الشغل على الطبيعة. الله ينور. 260. 260 جنيه. اللي متابعين القناة 250 بس. تمام. في اللون ده. وفي. وفي البني بتاعه. الله البني بتاعه تحفة. بصوا البني بتاعه. بجد حاجة وخامات. بصوا الجمال. وادي الشورت بيكا برضه. ايوه. برضه المتابعين القناة ب 260. تمام. 250. ب 250. البيج سايز بتاعه. البيج سايز اه. وخمسة اكس. يعني في هنا موديلات الأربعة. الله ينور. خفايا شورتات. بنطلونات بقى. خروج سويت بانس. ده ترينج خروج سويت بانس. ايوه. ترينجات دي يا جماعة احنا بنلبسها وبننزل بيها. صح. بصوا. ده بادي بولو. بادي بولو. ده بادي بيكا بولو كمان. بيكا برضو. بيكا. واضح ان البيكا مكتسح السنة دي برضو. ممكن. الله ينور. والبنطلون سويت بانس. ده بنطلون سويت بانس كده بيجوف الجنب باجي. حلو قوي. الله ينور. تمام. 305. 305. 305. حلو قوي. في منه بيك سايز ولا مفيش؟ في منه البيك سايز كمان. تمام. 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 شفنا الدرجة الزيتي دي وفي كمان الدرجة البني. حلو قوي. تمام. طبعا لمتابعين القناة 295 بس. 295. اهو 4 اكس و5 اكس و5 اكس نفس الالوان بس 4 اكس. 20 جنيه بس يا جماعه. تمام. وديل كمان بنطلون. بنطلون. تمام. ما لازم الرجاله تعيط برضو والشباب. ايوه. بصوا ده تحفه. ده يجنن. والسويت بانس بتاعه هو بيكا برضو. الله ينور. 280 جنيه لمتابعين القناة فقط. 280 بس. الله ينور. القناة. حلو قوي. الترنج ده يا جماعة بيتباع اونلاين مش اقل من 400 جنيه. ايوه فعلا. حاجات والله. سعر الجملة. سعر الجملة فقط. ب 280 جنيه. خامات اخر نظافة وشيكة. تمام. في منه بيك سايز ولا ده شبابي بس؟ لا حاليا مفيش منه البيك سايز بس. تمام. في منه موجود يعني. تمام. التاني بتاعه. عندنا الجراي برضو منه. الجراي منه. تمام. مساحة ميديوم لارج اكس 2 3. الله ينور. 3 اكس. تمام. حلو قوي. يا سيدي. بصوا الشياكة. بصوا يا جماعة. مصنع راية يا جماعة براند عالمي. راية براند عالمي. الله ينور. بصوا بقى برضو وكلها ستايل سويت بانس بس شيك قوي. حته ان الكتابه اللي على الجنب دي كله خروج يا جماعه. عوجان قوي. السويت بانس ده لوحده موجود في البراندات مش اقل من 400 و 500 كمان. ايوه. بصوا يا جماعه قطن 100%. الله ينور. شايفين الشياكه والجمال. قطن 100%. حلو قوي. ده في منه برضو بيك سايز. في منه بيك سايز. احنا قلنا البيك سايز بيزيد 20 جنيه. ده في كام بقى؟ 290. 290 للمتابعين؟ المتابعين 280. تمام. احنا اتفقنا. اي حد اسره بسيطه ليه خصم 10 جنيه عن سعره. الله ينور يا استاذ مين. في بصوا لون تاني حلو قوي. الله بيبي بلو. بصوا يا جماعه الالوانات دي مش كتير رجالي بتلاقوها. بصوا الشياكه. لا وترنجات خروج ترنج وخروج. جميل. ترنج بيتي. اهو ده 3 اكس مثلا. ده 3 اكس يلبس معاكي لغايه 100 كيلو مستريح. 3 اكس. بصوا حلو قوي. والبنطلون بتاعه برضو فيه ايه؟ بصوا الشياكه. حلو قوي. تمام. شغل مش متكرر. الترنج ده لو في الران والله العظيم مش اقل من 1000 جنيه. حاجه بسم الله ما شاء الله يعني. احنا قلنا ده بكام؟ ده لمتابعين القناه 280. تمام. كمان السن المحير عندنا. واحنا مش هنسيب الرجاله يمشوا لوحدهم. هتمشي انت وابنك نفس الشكل. أيوة. نفس الشكل. قبل كده بصوا بقى. نفس الشكل. حلو قوي. تمام كده؟ ده كده سن كام يا استاذ؟ ده مقاسات 4 و6 8 سنين. 4 و6 و8. تمام.
ده الترينج اهو. اه نفس ستايل الرجالي. نفس الرجالي بالملي. حلو قوي. نفس الرجالي بالملي. شورت بتاعه. اه. البنطلون سوري بتاعه. البنطلون حلو قوي. كام بقى ده؟ 155. وعشان متابعين. هي 45 بس. تمام الله ينور. 145 لمتابعين القناة. حلو. وفي الجري بتاعه. في الجري. يعني الاب ويبقى ابنه ماشي معاه بنفس التريننج ونفس الشكل. الله ينور. والمقاسات الكبيره ب 170 جنيه. حلو قوي. ايه الروشنه دي؟ بص بقى الشباب الروش ده. تمام. 6 و8 و10 12 14. يعني لغايه سن 14 سنه؟ لغايه 16 سنه كده. لغايه 16 سنه. بصوا الشياكه. ده الكابتشوكه. ايوه حلو قوي. وده بنطلون سويت بانس. سويت بانس. ممكن يلبسوا بقى ده لوحده ده لوحده ويلبسوا على بعض اي حاجه. بكام ده؟ 170. 170 الله ينور. 170 جنيه. حلو قوي. ولمتابعين القناه 160. تمام. وفي الدرجه الموف. الله درجه الموف جميله جدا. حلو قوي. احمر وموف. حلو قوي. الشورت ده؟ ايوه. احنا لسه مصورينه نفس الشورت رجالي بالظبط. ايوه صح. كل المقاسات بتاعته موجوده، المقاسات العاديه والبيج سايز موجود برده. ده لغايه سن كام؟ لغايه 14 سنه. لغايه 14 سنه. بكام بقى الشورت القمر ده؟ غير فلوس خالص. بصوا الجمال. بص بيبي بلو كنا شايفينه برده. بيبي بلو بتاعه. ايوه. نفس الدرجات بتاعته. زي ما قلنا الاب وابنه ماشيين نفس الستايل. حلو قوي الله ينور. تمام. احنا بقى سعره كام؟ 155 لاسره بسيطه. تمام. 145 كمان. تمام. مش مشكله. في موديل تاني. بصوا يا جماعه الشياكه بس ده مفيش منه كبير ده تهيألي. لا في منه كبير. في منه كبير؟ في منه كبير. حلو قوي. لا ده تقدر تمشي فيها. تجيب يعني حضرتك تجيب لابنك او لجوزك نفس الموديل بالظبط. بصراحه بيبقى حاجه جميله قوي برده. تمام. ده شورت. ده شورت كده بيكا. تمام حلو قوي. والعرض الحصري لمتابعين القناه ب 155. 155 في الدرجه دي. وفي الدرجه دي بتاعته يعني 155 اخر كلام. 145 اخر كلام. ايوه كده. 145 اخر كلام. شاكرين يا استاذ مينا على العروض الحلوه دي. طبعا هتلاقوا بقى كل الموديلات. طبعا احنا مش عارفين نعرض الموديلات. طبعا في موديلات كتير مش عارفين نعرضها. هتلاقوها على اول تعليق تقريبا. تمام كده هتلاقوا اللينكات بتاعتنا على التليجرام سواء البيتي او الانجلي والقناه بتاعتنا. اه على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وعلى كل القنوات بتاعتنا. تمام. تمام كده. شرفت بحضرتك. ربنا يخليك يا سيدي. الله يخليك. كل سنه وانتم طيبين. حضرتك طيب. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش لايك واشتراك وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله.